بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشكلة نمو الشعر تحت الجلد قد تحدث بشكل عام في الجسم كله، ولا تقتصر على مكان دون آخر، لكنها تنتشر أكثر في الساقين والذراعين، خاصة عند إزالة الشعر منهما بشكل خاطئ. تظهر مشكلة نمو الشعر تحت الجلد في المناطق الحساسة وكذلك في العنق، وقد تصل إلى الوجه وتحت الإبطين، ويظهر الشعر النامي تحت الجلد في شكل نقاط سوداء أو رؤوس ملتهبة صغيرة يرافقها شعور بالألم وحكة. ولا تقتصر المشكلة تحت الجلد على النساء فقط، بل يعاني منها حتى الرجال أيضا عند حلق اللحية، نظرا لتعرض شعيرات اللحية للانكسار خلال الحلاقة. والسبب الذي يجعلك تعاني من مشكلة نمو الشعر تحت الجلد، طبعا كما سبق وذكرت أنها مشكلة شائعة تعاني منها ملايين السيدات حول العالم وكذا الرجال، منها حلاقة الذقن عند الرجال، إزالة الشعر بماكينة الحلاقة عكس اتجاه نمو الشعر، انكسار الشعر خلال إزالته بالشمع أو بالحلاوة والتوائه على نفسه، ضعف الدورة الدموية وعدم تنشيط الجلد بانتظام، وكذلك إهمال تقشير البشرة أولا بأول، أي مرة كل أسبوع، وتراكم الجلد الميت، عدم ترطيب البشرة كذلك، وجفاف الجلد، نتف الشعر جزئيا يتسبب في نمو الجزء الباقي منه تحت الجلد، عدم تنظيف البشرة بانتظام، ما يتسبب في تراكم الأوساخ في المسامات وإعاقة نمو الشعر إلى الخارج. صاحبات البشرة الدهنية تعد من أكثر أنواع البشرة قابلية لظهور الشعر تحت الجلد. لدينا اليوم وصفة رائعة جدا بمكون رائع هو القهوة أو البن بثلاث مراحل. استخدام هذه المراحل يعطيك النتيجة ومن أول استعمال. أولا نقوم بتحضير المقشر. المقشر هذا يستخدم أثناء الاستحمام عندما تنفتح مسامات الجسم، ويمكنك كذلك استخدامه في الحمام المغربي. نحتاج لكمية من القهوة المطحونة أي البن، يفضل أن يكون البن القهوة عربية طبعا كما تلاحظون، وتكون محمصة في البيت ومطحونة في البيت حتى نتأكد من عدم وجود أي إضافات أخرى بالقهوة الجاهزة. طبعا حسب المتوفر عندك في البيت، غير متوفر هذا النوع من البن عندك في البيت، استخدمي أي نوع قهوة متوفرة عندك. ونحتاج لنصف المقدار من السكر، يفضل أن يكون سكر البني إذا كان متوفر عندك، وكذلك نحتاج نفس كمية السكر زيت لوز حلو. غير متوفر زيت اللوز الحلو، يمكن استبداله بزيت جوز الهند أو زيت نباتي أو زيت أرغان أو زيت زيتون، استخدمي أي نوع زيت متوفر، ولكن هنا زيت اللوز الحلو يعطيك نتيجة ومن أول استخدام. نأخذ أي برطمان، نضع القهوة المواد الجافة أولا، هذه الكمية تكفيك لمدة حوالي 3 أشهر، احفظيها في أي برطمان، ولكن يفضل عدم وضعها في الحمام عند الاستحمام، استخدمي فقط بالكمية التي تكفيك لأن وصول الماء إلى المقشر يجعله يتعفن. ثم نضيف الزيت تدريجيا للحصول على أروع مقشر. يمكنك استبدال حبيبات السكر هنا بجوز الهند يكون مطحون، ونضيف الزيت تدريجيا مع الخلط.
وبعد خلط المكونات جيدا تعب في برطمان زجاجي، ثم أثناء الاستحمام يوضع المقشر على بشرة طبعا رطبة، ويدلك الجلد وأماكن تواجد الشعر تحت الجلد وكذا الحبوب في حركات دائرية لمدة حوالي 3 دقائق، ثم يشطف بالماء الفاتر، ويتبع هذا المقشر إذا كانت الإمكانيات عندك، يعني مكان لوضع هذا الكريم يمكنك عمله في عندك في الحمام أو بالحمام المغربي، هناك أماكن مخصصة لوضع الكريمات والاسترخاء، يتبع بكريم القهوة. طريقة عمل كريم القهوة: نأخذ القهوة تكون محضرة بدون سكر، قهوة بدون سكر، بدون هيل، بدون أي مكونات أخرى. نأخذ 4 ملاعق طعام كبيرة من القهوة، تكون باردة وبدون سكر. نضيف عليها ملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة، نشا الذرة الكورن فلاور أو الميزنا. يمكن استبدال نشا الذرة بنشا الأرز أو حتى بنشا البطاطا. طريقة تحضيره موجودة في القناة بطريقة سهلة جدا. تخلط المكونات جيدا وتوضع على حمام مائي أو على نار هادئة جدا للحصول على كريم القهوة. وفور الغليان نطفئ النار، ويحفظ الكريم في برطمان، ويستخدم قلت بعد شطف المقشر. نقوم بدهن الكريم، كريم القهوة، على كامل الجسم، ويترك لحوالي 10 دقائق، وبعدها يشطف بالماء الفاتر، ويتبع الكريم بالترطيب. ترطيب الجسم هنا يكون بزيت القهوة. طريقة تحضير زيت القهوة: نأخذ كميات متساوية من القهوة وزيت الزيتون، كميات متساوية من القهوة المطحونة أو البن وزيت الزيتون، يمكنك استخدام أي نوع زيت كذلك تفضلينه، لا مانع أبدا في ذلك. ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، توضع على حمام مائي لمدة ساعة كاملة على نار هادئة جدا ولكن على حمام مائي، وبعدها نقوم بتصفية الزيت من أجل الحصول على زيت القهوة، وهو رائع جدا، له فوائد كثيرة. وبعدها نقوم بتصفيته واستخدامه بعد الاستحمام كمرطب للجسم. فترطيب الجسم واحدة من أهم العوامل التي عدم ترطيب الجسم عفوا من العوامل التي تساعد على جفاف البشرة، بشرة الجسم، وتراكم الجلد الميت ونمو الشعر تحت الجلد، هو عدم ترطيب البشرة بصورة منتظمة. يمكنك استخدام لوشن مخصص لترطيب جسمك بعد الاستحمام 2 مرات أسبوعيا، كما يمكنك استخدام هذا الزيت، رائع جدا، زيت القهوة، لمنع نمو الشعر تحت الجلد، فدوره رائع جدا. زيت القهوة يعمل على منح بشرة جسمك ملمسا رطبا، ويغذي لك الجسم، يقلل من علامات التقدم بالسن لأنها تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في بشرة جسمك، يحافظ لك على نضارة بشرة الجسم كبشرة الأطفال، يساعد جسمك على التخلص من الجلد الميت،
يحافظ على ليونة ونعومة بشرة الجسم، يقلص من المسامات الكبيرة التي يعاني منها الجسم، يحمي كذلك البشرة، وهو لأنه مضاد للأكسدة ويقي الجسم من أشعة الشمس الضارة، يعمل على شد بشرة الجسم، وكذلك يحمي الجسم من الإصابة من الالتهابات وكذلك ظهور الحبوب. وهذا الزيت فعال يزيد من تدفق الدم إلى الأماكن المصابة بالسيلولايت، وبالتالي يخلص هذه الأماكن من الماء الزائد فيها. وكذلك هذه الوصفة كريم القهوة وزيت القهوة وكذلك المقشر يمكننا استخدامه للوجه لجميع أنواع البشرة، ولكن صاحبات البشرة الحساسة لا أنصح بهذا المقشر. يساعد على التخلص من اللون الشاحب الذي من الممكن أن يتسبب به الإرهاق والتعب، وكذلك زيت القهوة وكريم القهوة يخلص من الهالات السوداء، كذلك يساعد بشرة الجسم على التجدد ويعمل على تقشير البشرة. رائع جدا هذا الروتين، يمكنك قلت استخدامه لمرتين في الأسبوع عند الاستحمام. بالنسبة للمقشر يوضع في مكان جاف، صلاحيته تدوم لمدة 3 أشهر. الزيت يصفى ويحفظ في برطمان غامق اللون، يحفظ في مكان جاف صلاحيته ل6 أشهر. الكريم يحفظ في الثلاجة في برطمان معقم، صلاحيته تدوم لمدة 3 أيام. النتيجة تظهر من أول استعمال لهذه الوصفة المتكاملة، آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. حتى الرجال يمكنهم استخدام هذه الوصفة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.